طبعا فيتوريا خلاص الفترة اللي فاتت بدأ يعتمد على امام في مركز 8 ناحية الشمال، صحيح. وبقى الورقة اللي كان بيبحث عنها من بداية البطولة وبدأ انه يوجدها في المباراة التانية قدام غانا، وبقى حل مهم جدا لمنتخب صحيح. مصر في النواحي الهجومية. اللعيب البروفايل النموذج لعيب رقم 8 يا كابتن شوبير، اللي يقدر ينقلك بوكس تو بوكس، يقدر ياخد الكرة ويمشي 30 40 ياردة بالكرة، وشفناها في المباراة الأخيرة قدام كاب فيردي والخطورة اللي شكلها وإشادة الإعلام في أفريقيا كلها بإمكانيات إمام عاشور. هيحصل ربكة لروي ربكة فيتوريا، ربكة طبعا، لأن طبعا. هو بدأ يغير الشكل بتاع الثلاثي الوسط أكتر من مرة طوال البطولة. بدأ بالنني وحمدي وزيزو، بعد كده بدأ يغير تاني ورجع النني، بعد كده دخل معاه إمام حمدي وإمام، بعد كده طلع النني ودخل مروان عطية. فثلاث ماتشات بتعمل تغييرات كتيره في الثلاثي ده اللي كان سبب ومصدر الازمه الكبيره لمنتخب مصر في النواحي الدفاعيه وكمان في النواحي الهجوميه. فبقى عندك متنفس هجومي كبير، وكمان في النواحي الدفاعيه امامك كان بيأديها بشكل كبير، ده صحيح. وكان واحد من ابرز اللعيبه اللي كانت موجوده في البطوله في وكان الدور حتى الاول. هو محل اهتمام كل الصحف الصحف العالميه حتى وايضا والافريقيه وكل وكلاء الصحفيين الاعلاميين الافارقه كمان. اتكلموا عنه بشكل كويس. القصه كلها ان فيتوريا هيبدا يفكر في الحلول، الحلول المتمثله في مين؟ هيبدا يفكر في اللعيبه اللي رجلها في الملعب اللي هو بدا يستخدمها في البطوله، زي مين؟ مروان عطيه خلاص ثبت في مركز 6، وشفنا التالق الكبير اللي قدمه في المباراه الاخيره قدام كاب فيردي. طب الحل بتاع امام في اللعيب رقم 8 يوجده ازاي؟ هيبدا طبعا انه يرجع تاني حمدي فتحي كلعيب رقم 8 ناحيه الشمال، اللي هو المركز اللي بيلعب بيه دايما مع روي فيتوريا قبل ما امام ينضم للمنتخب، ويبدا انه يستخدم محمد النني كلاعب رقم 8 ناحيه اليمين. نعم. عشان ما يخسرش تغييرتين يا كابتن، لان هو لو رجع زيزو لمركز 8 فبالتالي هيبدا يدخل مصطفى فتحي كجناح يمين، وكده يبدا يغير مصطفى فتحي. ما هو مين اللي هيلعب جناح يمين؟ يا اما هيلعب مرموش وتريزيجيه، فانت خسرت ورقه قويه. مصطفى بديل جيد. انا ممكن اختلف مع شايف في حاجه. تخسر نفسي. تخسر تريزيجيه كورقه مهمه. اكملها بس يلا. اكملها. فانت الحل اللي انت تلجا للنني كلعيب رقم 8 ناحيه اليمين يلعب في ظهر زيزو، ويبقى حمدي فتحي يرجع لمكانه، وهو مش هيبقى غريب عن المكان ده لان هو بيلعب فيه دايما مع روي فيتوريا ومع نادي الاهلي مع كولر قبل ما يحترف. يعني انت عايز زيزو ومصطفى محمد الثلاثي. الثلاثي يا كابتن هيبقى مروان عطيه رقم 6 على يمينه نني، على شماله حمدي فتحي. والثلاثي الهجومي معروف زيزو. لا مش معروف. ما معروف الماتش الاخير. لا انا الماتش على اخر مباراه. طب على اخر مباراه عشان مفيش تغييرات كتير، زيزو ناحيه اليمين، مرموش ناحية الشمال، مصطفى محمد، معنا تريزيجيه ورقة قوية على الدكة، هو مصطفى فتحي.